وأسفر اللقاء عن عدة نقاط، وعدة نقاط عملية مو فقط حبر على ورق. اللي أهم أولا إحالة مشروع إكساء الشارع الرئيسي على الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، العفو الموازنة التشغيلية، إكساء محلة 753 على الموازنة الاستثمارية. يعني في أشهر إن شاء الله، شهر إن شاء الله راح تحال منطقة الفضيلية على موضوع الإكساء، بالإضافة إلى أنه أكملنا إجراءات تبديل محطة تبديل شبكة كهرباء الفضيلية من هوائية إلى أرضية أندر جراند، وكملنا التكلفة مالتها. وأيضا الأمين العام موجه بمحافظة بغداد على البدء بإعلانها وإجراء مباشرة. بشنو مباشرة؟ بالعمل واقع ميدانيا ماكو، احنا اكملنا كافة الإجراءات، كانت متوقف كل شيء متوقف على الموازنة. بما أن الموازنة أقرت وتقريبا صارها أقل الشهر، بما أنك متابع للحدث صارها أقل من الشهر حتى نزلت تعليمات تنفيذ الموازنة، إذن الآن علينا أن ننزل إلى الواقع. السيد أمين بغداد وبمعية الأمين العام، وكان النائب الأول لمجلس النواب موجود، والنائب ستار العتاب، والسيد أمين بغداد وعدهم قالهم خلال شهر بعد العيد إن شاء الله الآليات تنزل لغرض إكساء الشارع الرئيسي للفضيلي. يعني هذا الحكي احنا هسه نقول أحدث حكي موجود جديد جديد، واللي راح يصير هم جديد، الشغل راح يصير بالمنطقة جديد إن شاء الله. طيب اكو مهله لو شهر يجر شهر بصراحه دكتور؟ بصراحه احنا منهادن بصراحه، واحنا جزء من منطقه الفضيليه. بالمناسبه السيد النائب ستار العتابي بالقطعه بيته، بالقطعه اللي ما مملكه بعد جو من تنظر له، يعني من تشوف تقول بهذا الفرع قبل الاخير شويه. زين السيد النائب قاعد في شي منطقه؟ قاعد يعني، وعلى اعتبار هو من اهل الفضيليه، هو رجال مولود بالفضيليه، ومو مثل باقي النواب اللي بس يصعد ما شاء الله يلف شوالاته ويروح، ومكتبه بشارع الفضيليه وبابه مفتوح لكل الناس، واهل الفضيليه هم ادرى به بعد الناس، احنا ما نريد النزهه.